إمكانيات مادية وبشرية سخرت في أسبوعها الثاني لإنجاح حملات تلقيح المواطنين عبر مختلف ولايات الوطن. كملنا دوني ميرو تاعي وتاع المطار، ما نجينا درنا هنا يا دوك وين راه جيت اليوم باه ندير فاكسان باش نحمي المجتمع اللي رانا فيه، ولادي مرتي دارنا. وصلنا لدرجة الوعي أن اللقاح هو الحل، والحمد لله جينا من أجل تلقيح. ما أصرى بيا والو، الحمد لله ما كان والو، ما كان حتى كومبليكاسيون. الحملة شملت أيضا تلقيح أكبر عدد من الرياضيين لاستئناف نشاطاتهم الرياضية وممارستها في وسط خال من الفيروس. جينا اليوم إن شاء الله نديروا التلقيح باش نعاودوا نولوا للتدريبات إن شاء الله. مليحة ليهم مليحة ثاني بوغ لا سوسيتي المجتمع ايتو ان شاء الله. قالوا لي زونطرينمون كيما كنا بكري وتفتح لي بيسين وكاع. العمليه هذه راهي متواصله والقدوم كاين، وان شاء الله هذا التلقيح هذا يجيب نتيجه ونكونوا كملنا هذيك تحصلنا على المناعه، لان نحوسوا عليا المناعه الجماعيه. فبالتلقيح والتقيد بالاجراءات الاحترازيه ستعود الحياه الى طبيعتها.